نحن نعلم أن أول عدد صحيح نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المدثر في أول سنة من البعثة الشريفة، يا أيها المدثر قم فأنذر، نزل فيها العدد 19 في قوله تعالى عليها 19. ثم أخبر القرآن أن هذا العدد سيكون وسيلة لأهل الكتاب، قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. إذن هناك علاقة بين العدد 19 وبين أهل الكتاب. أنا هذا الفيديو أوجهه للأحبة أهل الكتاب جميعا. طبعا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأنا أقول أوجهه للأحبة لأننا نحب الخير لكل الناس، هذا منهجي وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منهج الإسلام. الإسلام أيها الأحبة يأمرنا أن نحب الخير للناس، وإلا لماذا ندعوهم إلى الله؟ لماذا اعتبر القرآن أن أعظم عمل هو الدعوة إلى الله؟ ما معنى الدعوة إلى الله؟ أن ترى إنسانا ضالا تائها ضائعا تهديه إلى الطريق لأنك تريد له الخير، هذا دليل أنك تحب له الخير. المؤمن لا يكره أحدا. إذن بخاصة الأحبة المسيحيين أنا أوجه لهم هذه المعلومة، أرجو أن يقرأوها، لأن القرآن كتاب عالمي أيها الأحبة، يجب الجميع أن يطلع عليه، يجب أن نطلع جميعا على القرآن، لأن فيه من العجائب ما يذهل العقول، يبهر العقول حقيقة. سورة مريم أيها الأحبة تبدأ بكاف ها يا عين صاد. هذه الآية رقم واحد هي ليست كلمة، هي أحرف نورانية، حروف نورانية ليست كلمة. لذلك كلمات سورة مريم تبدأ من عند قوله تعالى بعد كاف ها يا عين صاد، ذكر رقم واحد، رحمتي اثنان، ربك ثلاثة، عبده أربعة، زكريا خمسة، إذ نادى ربه نداء خفي عشرة، قال رب إني وهن العظم 15 مني، والواو هنا كلمة، اشتعل الرأس شيبة 20 كلمة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا 26 كلمة، وهكذا. عدد كلمات سورة مريم أيها الأحبة نجد أن لها علاقة عجيبة جدا بالعدد 19 الذي قلنا ماذا قال عنه القرآن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. إذن مفتاح يقين أهل الكتاب هو العدد 19، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أنا ازددت إيمانا حقيقة كثيرا، وسترون الآن، ولكن ركزوا معي رجاء دقائق قليلة فقط وسنكتشف معجزة والله أعتقد لا مثيل لها حتى الآن. يعني كل ما يعني رأيته في القرآن من أعجب ما رأيته هذا الكلام. لو فتحنا القرآن أيها الأحبة على سورة مريم، أول شيء نراه بأعيننا أن رقم هذه السورة، ترتيب هذه السورة في المصحف هو 19. هذه حقيقة صارخة صادمة، يقول لك عليها 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني عدتهم أي عددهم أي العدد 19، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يستيقنوا أن هذا القرآن هو كلام الله، لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن أن نجد مثل هذا الإعجاز في أي من كلام البشر. دققوا معي أيها الأحبة، أول حقيقة تصدمك أن رقم هذه السورة 19. لو القضية توقفت عند هذا الأمر من السهل أن يقول أي إنسان هذه مصادفة، ولكن عندما قمنا بعد كلمات السورة
ذكر واحد، رحمتي اثنان، ربك ثلاث، وهكذا حتى نصل إلى آخر كلمة، أو تسمع لهم ركزا، آخر كلمة ركزا في سورة مريم. عدد الكلمات يساوي 1083 كلمة بالضبط، وهذا العدد يساوي 19 في 19 في 3 دون باقي أو فواصل. إذن أنا عندما أنظر إلى هذه السورة العظيمة، طيب أتساءل، إذا كان رقم هذه السورة وهو 19 جاء بالمصادفة، فهل يعقل، هل يعقل، يعني هل المنطق العلمي، هل يعقل أن عدد كلمات السورة تأتي بالضبط من مضاعفات العدد 19 مرتين، وناتج القسمة 3، 19 في 19 في 3؟ هذه الثلاثة ما هي؟ يعني قلنا 19 رقم سورة مريم، الثلاثة ما هي؟ عندما تأملت سورة مريم لأشهر طويلة على فكرة، وجدت أن كلمة مريم تكررت 3 مرات في سورة مريم بالضبط. تكررت كلمة مريم كم مرة أيها الأحبة؟ 3 مرات. أول مرة في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم، كلنا نعلم هذه الآية، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، إلى آخر الآيات، حتى تصل إلى قوله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذه المرة الثانية، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. ثم المرة الأخيرة عندما ينطق سيدنا عيسى ابن مريم ويصرح بأنه عبد لله وليس إلها، ليس إلها أيها الأحبة، هو عبد، هو رسول، هو نبي كريم، هو كلمة الله وروحه. المرة الأخيرة أين؟ في قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم، هنا تنتهي القصة. واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم، عدد آيات القصة 19. لاحظتم عدد الآيات من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة، يعني عدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم بداية القصة إلى نهاية القصة ذلك عيسى ابن مريم، عدد الآيات بالضبط 19. والله شيء محير أيها الأحبة، يعني رقم السورة 19 وعدد كلمات السورة 19 في 19 في 3، يعني هذا شيء معقد جدا أن تجد رقم يقبل القسمة على 19 مرتين متتاليتين حسب نظرية الاحتمالات، نادر الوجود هذا الأمر. ثم عدد آيات القصة من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة بالضبط 19، هذا الشيء أنا أتوقع من أعجب ما يمكن أن نصادفه في القرآن العظيم. أثناء عدي لهذه الكلمات قمت بترقيمها كلمة كلمة، من الرقم 1 ذكر رحمة ربك إلى آخر السورة ركزة 1083. هذه الحقائق أيها الأحبة انتبهوا، لا يستطيع أي ملحد أن ينكرها، من الآخر يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها، لأن كلمات القرآن ثابتة ولا يستطيع أن يشكك فيها. المهم عندما كنت أصفها أكتب هذه الأرقام، وجدت كلمة فعلا كانت مثل كلمة مضيئة في هذه السورة، كلمة تضيء هكذا، وهي اسم عيسى عليه السلام. اسم عيسى أيها الأحبة ذكر في سورة مريم مرة واحدة فقط، كم مرة؟ مرة واحدة فقط، في قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يعني أيها المشككون، يا من تدعون أن لله ولدا، هذا هو عيسى، وهذه المعجزة خاصة بعيسى ومريم، أودعها الله في سورة مريم،
وأخبركم عنها في أول الآيات نزولا، في سورة مدثر من أوائل السور نزولا، عليها 19: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. هذه نبوءة قرآنية تنكشف اليوم أيها الأحبة بعد 14 قرنا. ولولا التطور التكنولوجي وعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه اليوم، ولولا أن سخر الله لنا برنامج إحصاء القرآن الكريم والكمبيوتر وكذا، لم نكن لنعلم هذه الحقائق، يستحيل. كلمة عيسى هنا لها موضع مميز جدا. كلما قرأت هذه السورة أشعر أن موضع اسم عيسى فيه إعجاز، ولكن ما هو؟ قمت بترقيم كلمات السورة من الرقم 1 إلى الرقم 1083، وجدت أن كلمة عيسى هنا، انتبهوا معي أيها الأحبة، هذه معجزة دقيقة جدا. كم كلمة قبلها وكم كلمة بعدها؟ لو عددنا الكلمات من، كما قلنا، كاف ها يا عين صاد، حروف نورانية، نبدأ العد من أول كلمة ذكر، لأن كاف ها يا عين صاد هي ليس لها تصريف لغوي وغير موجودة في المعاجم، وليس لها اشتقاق، يعني ليست اسما وليست فعلا، هي حروف نورانية هكذا. فعندما بدأنا العد من قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهكذا، وصلنا إلى كلمة ذلك، ذلك عيسى بن مريم، كلمة ذلك كان رقمها 19 في 19، 361. أعيد أيها الأحبة، اسم عيسى في سورة مريم وضع بعد 361 كلمة، 19 في 19 بالضبط. طيب ما هذه الدقة أيها الأحبة؟ والله أنا شخصيا يكاد العقل يتوقف. لو كان هذا الجلد له لو كان يستطيع أن ينطق لنطق بأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام بشر كما يدعي المشككون والملحدون. اسم عيسى وضعه الله في هذه السورة هو مرة واحدة، انتبهوا، اسم عيسى ذكر مرة واحدة في سورة مريم، مرة واحدة فقط، وضعه بعد 361 كلمة، يعني 19 في 19، سبحان الله. وعدد الكلمات من اسم عيسى إلى آخر السورة إلى كلمة ركزة يساوي 722 كلمة، 19 في 19 في 2. طيب ما هذا الإعجاز؟ يعني الله تعالى، يعني أنا فعلا عقلي يتوقف أمام هذه الدقة. يعني اسم عيسى هنا في السورة لم يذكر عبثا، ولم يذكر، يعني أنا أوجه أيضا خطابا بالنسبة لأولئك الذين يقولون هذا ليس إعجازا. إذا ما هو الإعجاز بنظركم؟ أن نجد اسم عيسى ذكر مرة واحدة في سورة مريم قبله 19 في 19 كلمة بالضبط، 19 في 19، ومن اسم عيسى إلى آخر السورة 19 في 19 في 2، يعني ميزان منضبط، ميزان منضبط تماما أيها الأحبة. المفاجأة الجميلة هنا أيها الأحبة، الحقيقة التي من الله علينا باكتشافها، أن اسم عيسى هنا على مستوى القرآن، ما ترتيبه في هذه السورة؟ لو بحثنا عن اسم عيسى في القرآن نجد أن اسم عيسى تكرر 25 مرة. اسم عيسى في القرآن ذكر 25 مرة بالضبط. لو جئنا إلى كلمة عيسى هنا في سورة مريم، ذلك عيسى ابن مريم، كلمة عيسى هنا التي قبلها 19 في 19 كلمة، ومن عندها إلى الأخير 19 في 19 في 2 كلمة، عيسى هنا رقمها 19 على مستوى القرآن. لاحظتم؟ يعني لو قمنا بترتيب الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى على مستوى القرآن 25، نجد أن اسم عيسى هنا ترتيبه 19 على مستوى القرآن. طيب والله أيها الأحبة، أنا بالنسبة لي يعني أنا دماغي يتوقف أمام هذا الإعجاز.
ولكن يعني هل يعقل أن كل هذا مصادفة؟ طيب أعطونا يا أخي كتابا فيه ربع هذا الإعجاز، فيه 1% من هذا التناسق الرقمي الرهيب. كتاب من أول 3 أو 4 سور، يعني من أول شهر أو من أول سنة نزولا، يقول لك العدد 19 هو ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم ينزل سورة تخص أهل الكتاب، هي سورة مريم، هي موجهة لهم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كلام إلهي أيها الأحبة، ليس كلام النبي أو كلام الصحابة أو كلام بشر. أن ينزل هذه السورة ثم يأتي ترتيبها 19، لأنه قال لهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فيجب أن يكون رقمها 19. ثم نجد عدد كلمات السورة 19 × 19 × 3، الثلاثة هي عدد مرات ذكر مريم في سورة مريم 3 مرات. ثم نجد أن اسم عيسى وهو اسم جوهري هنا في هذه القصة، عيسى عليه السلام هو محور هذه القصة طبعا، نجد أن الله وضع اسمه بعد 361 كلمة 19 × 19، ومن عند عيسى لآخر السورة 19 × 19 × 2 أيضا. ثم عندما نبحث عن اسم عيسى على مستوى القرآن نجد أنه ذكر للمرة 19 في السورة رقم 19، يعني اسم عيسى هنا رقمه 19 على مستوى القرآن. طيب والله أيها الأحبة، الإنسان لا يملك إلا أن يقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذه المعجزة من يشاء من عباده الضالين، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.